مش بعت دي 20 تصويره من دول اكبر من دي 20 مره، ما جبتهاش ليه؟ انا جبتهم بس ما اعرفش ودوها فين. سلام. اهلا طلبه بيه. قول لي ست السحر ان انا وصلت. هوبا يلا. ست السحر جوه في البرو. طب اعمل لي قهوه في كوبايه. هوبا يلا ما تبص ليش. حاضر حاضر. هو طلبه بيه اجر المسرح؟ لا طبعا. الله، امال مهتم قوي بالفرقه كده ليه؟ عشان سهر كامل حبيبه القلب. فهمت ولا لسه؟ برافو، بس يا ريت تبقى في الاخر الحركه اسرع من كده شويه. حاضر يا استاذ. يا ست الكل يا ست صعب. حبيبه قلبي حبيبه مصر انت. اهلا يا طلبه. اهلا بيكي. بقول لك ايه يا حبيبي، ربنا يسعدك. انا عايزك بقى تخلص المواضيع ده عشان ادفع قد كده فلوس دعايه واعلانات. طلبه جه وانا طالبه مصر. وحيد يسري برضو. هو انا ورايا غيره. اسمعي. ايه؟ خليك انت في الاوضه واول ما تيجي المكالمه اندهيلي. اوكي. الله ينور يا ست سحر يا عمور انت. وينور عليك يا معلم. ينور عليا ليه؟ هو انا كنت برقص؟ ما هو انت السبب في ده كله. طب اقول لك ايه؟ ما تيجي نقعد كده في الحمام شويه نشقط لنا شويه هوا. طب روح انت وانا هحصلك بعد ما اخلص البروفه. طيب. الو، الانسه سحر طالبه مصر. لو جت حولها على الاوضه. حاضر. من عينيا. انا جيت. يا ارض احفظي عليكي. ايه الحلاوه دي؟ حلاوتي ولا حلاوه الاستعراض؟ حلاوتكم انتوا الاثنين. ولسه بعد شويه بروفات هيبقى جنان. انا نظرتي ما تخيبش. ايام ما كنت واخد هنا مقاوله الاوتيل في التجديد بتاعه، المدير سالني عن بطله استعراضيه، رحت مرشحك على طول. جميلك ده مش هنساه ابدا يا معلم. ده كان عايزك ترقصي بس. واقترحت انت ان يكون تابلو، مش كده؟ عشان اعمل لك هيلمان. ولما قال المصاريف هتكتر رحت انت مساهم على طول. الله، ما انت حاطه ايدك في كل حاجه اهو. ما انت من كتر ما بتقول وتعيد فيها. انا مش قصدي ان اقول ان خير عليك، يعني انا كل ما في الامر. خلاص بقى يا تربة خلاص. الله، انت زعلت مني ولا ايه؟ ابدا. وهزعل منك ليه؟ لا، شكلك زعلانه ومتضايقه وانا لازم ابوسك عشان اصالحك. لازم ابوسك. تبوسني؟ لا، انا قصدي ابوس دماغك يعني. ان كان كده معلش. بوس. الله الله الله، عنبر، حط عنبر في دماغك. امال ريحه ام العيال معطله ليه؟ ممكن اخد شمه كمان؟ جرايه يا طلبه، انت اتجننت؟ انت بتقولي فيها؟ انا لولا اتجننت ما كنتش اسيب بيتي وشغلي واولادي واقعد معاكي. لا اعمل معروف، لو سبت اشغالك هتصرف منين؟ لا ما تخافيش، انا باستكم باستكم بكاوي بكاوي. الخبيره كبيره. معلش معلش معلش، خليك قاعد. طلبة ما تخليش جنونتي تطلع. لا لا، على ايه على ايه؟ اقعد. آه. يا رب الله يأذي بؤذي. هوبا يلا. الو، مازن الاستاذ وحيد يسري؟ اقدر اكلمه من فضلك؟ الاستاذ مش موجود. طب ما تعرفش بيصور في اي حته بالظبط؟ سمعت انه بيصور فيلم في بلاج الملتزم. انا وراك بالزمن طويل يا وحيد يا يسري، ما تسيبك منه بقى ابدا. انا بدي اعرف انت بتحبي وحيد يسري ولا المعلم طلبه؟ لا ده ولا ده. وانا يعني كان وحيد يسري شافني ولا انا كنت شفته الا في السيما عشان احبه وهو يحبني؟ امال بتحاولي تتعرفي عليه ليه؟ عشان ياخدني معاه لفوق. مش فاهمه. هقول لك، المعلم طلبه الله يكرمه عمل اللي عليه، وبعد ما كنت مونولوجيست بشتغل في كباريه درجه رابعه، بصيت لقيت نفسي مغنيه ونجمه استعراض بشتغل في اوتيل درجه اولى زي ما انت شايفه. وحيد يسري بقى لازم يكمل المشوار. ازاي؟ لازم ياخدني معاه للسينما. انت فاكره توحيده محسن؟ في حد ما يعرفش توحيده محسن دي اشهر رقاصه. هي دي بقى كانت بتشتغل في كباريه سكه وكانت بتشحت هدوم من زمايلها. تعرفي مين اللي خلاها في الامله دي كلها؟ فنها طبعا. يا خفتك. وحيد يسري هو اللي خلاها في الامله دي كلها. اتعرفت عليه في حفله ودبت معاه صحوبيه وهوب بقت بطله افلامه. وافتكر توحيده مش احلى منه. طب وليه ده كله؟ ما دام عايزه تطلعي في السينما خلي المعلم طلبه يعمل لك فيلم، وده راجل كسيب وبيحبك. لا يا حلوه، تفرق كتير. طلبه اسمه المعلم طلبه،
لكن وحيد يسري لو قدمني للسيما هيقولوا اكبر مطرب في البلد اقتنع بمواهبي. معقول برضه، بس اكيد توحيدة موهوبة. طب ما انا كمان موهوبة. تفتكر حكاية التليفونات دي هتجيب نتيجة؟ ليه لا؟ مش بيقول الودن تعشق قبل العين؟ ولو الودن عشقت يبقى هعرف ازاي اخليه يموت عشان يشوفني، ولو شافني هنسيه اهله. يروح مطلعك سلم المجد على طول. هو كده. اسمع ايه؟ انا هغير هدومي وهطلع له على اسكندريه في المكان اللي هو بيصور فيه. اسكندريه؟ ايوه، وانت بقى اسبقيني على عربيه طلبه وانا نازله لك على طول. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اجعل يومنا نادي وارزقنا بكام فردة كاوتشي حلوين كريم يا رب يا رب. هننظف قدام المحل والرش عشان الزمان تيجي، الواحد يعمل هبل ومت وبس. حضرتك تيجي هنا كتير. والشعر نازل على ودني سري
عيوني ويدوب الصوت الكرواني بقلوب الديسكو يحيوني ويدوب الصوت الكرواني ويلاصة الحلوات الغهايبة تبقى جاي الدنيا ما تفرقهاش الدنيا وما تسواش شكرا يا استاذ وحيد شكرا شكرا الظاهر جينا متاخرين البنات هيقطعوا غمضوا عينيكم غمضوا عينيكم قولوا لي بوس بقى ده ماشي يا دي الحظ ولا يهمك انا دلوقتي هعرفك هو نازل في انهي اوتيل انتي شاطره اجري يا استاذ ايوه 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 حضرتك بتشتغل في السينما ايوه بشتغل في السينما تحبي تطلعي فيها يا ريت يا استاذ خلاص هطلعك فيها كتر خيرك يبقى كتر خيرك اكتر واكتر لو تقولي الاستاذ وحيد يسري هو نازل في انهي اوتيل يا دي وحيد يونس عليها النعمه نجدع من 100 زيه طبعا اجدع منه بس هو نازل في انهي اوتيل فكرك اطلع له؟ لا طبعا مش ممكن ليه؟ بعدين صاحبك يخبص لا ينوبك طلبة ولا وحيد طب والعمل؟ سيبينا افكر اتفضل ايه ده؟ زي ما انت شايف ويسكي بالتلج ده وسكنا هتيجي يا اسماعيل عيب يا استاذ هو انا لولا ان انا مالي ايدي النهارده كنت سبتك برضه تشرب الكاس ده وانا عارف كويس قوي هيعمل فيك ايه ده لو ما جاتش يظهر انك واثق من نفسك قوي انا عايزه الاستاذ وحيد مين حضرتك؟ يا اسماعيل في ايه؟ مش هي ولا؟ لا يا استاذ اللي هي مش اللي هي امال مين هي؟ هسألها وهعرف كمان ازاي اداره الفندق تطلعها هنا من غير ما ياخدوا رايي قلت لهم اني اخت الاستاذ وكمان بتنتحلي شخصيه اخت الاستاذ ما كانش قدامي غير كده زعلان مني يا استاذ ازعل منها يا اسماعيل ولا انت مالي ايدك ازعل ازعل قوي يا استاذ ازعل قوي انت زيها اسماعيل البت حلوه ما ضيعهاش من ايدي ايه يا استاذ انت بتشوف قدراتي برضه بس انت جاني ماشي تعالى انا شارب و ماشي على ايه انت زي انسه تنتحل شخصيه اخت ستيك ها ده انا جاي عشان اعمل انسان كبير قوي يا استاذ اسماعيل ازعل طب اديها حاجه حاضر يا فندم فلوس ايه يا استاذ انا مش عايزه فلوس انا عايزاك انت بجد اسماعيل البت جاهزه اسماعيل مالي ايدك ما ضيعش وقت لا لا انا زعلان لا يا استاذ خلاص لا لا انا زعلان يا استاذ انت بتشغل في قدراتي كده خلاص خلاص يعني طنش في ايه؟ بصراحة بقى يا أستاذ إحنا شلة بنات وشبان عاملين فرقة استعراضية. فهمت فهمت، وعايزين الأستاذ يحشركم في فيلم، الفيلم الجديد وعليكم خير، مع السلامة. لا أنا مش عايزة فلوس، أنا جاية لك يا أستاذ وحيد عشان أعزمك على حفلة الافتتاح. والافتتاح ده هيكون في أنهي مسرح في باريس؟ في لوكندة العالمين. اشمعنى العالمين؟ أصل بصراحة بقى ده مكان جميل جدا، واللوكندة حبت تعمل الاستعراض دون علشان تجذب السياح. والله فكرة مش بطالة. طب بس انا لازم تجيني دعوه بصفه رسميه طب ما انا جايه لك بصفه شخصيه واللي عزم حضرتك بقى بطله الاستعراض اصلها معجبه بيك قوي يا استاذ حلوه قوي اسماعيل املا لي كوبايه ويسكي انت واقف تتفرج حاضر يا استاذ بس انا خايف اللي بتقوله ده يكون مقلب من اعدائك ما افتكرش الوش البريء ده ممكن يكذب ويا ترى هي طعمه زيكي كده طعمه ايه يا استاذ بقول لك البطله انا حاجه فيها ايه والله يا لو زيكي كده انا شخصيه مكتفي اسمعي سحر كامل سحر كامل اجمل مطربه في مصر شعري ايه اوان ايه عينين ايه جسم ايه كفايه لا استوري انا مش ناقص في سويت محجوز باسم حضرتك وعلى فكره
بجد؟ يعني البيبان متفتحة وداخلة في بعضيها؟ اوعى تكوني كذابة، عشان أنا مجنون، لو جنان طلع هخلي ليلتكم كلكم كوبيا. ولا إيه يا أستاذ؟ ده أنت لو طلبت لوكاندا بعد ساعة هتلاقي السويت محبوس باسم حضرتك. ما تصدقهاش يا أستاذ، ما تصدقهاش، ده كلام بنات بيتسلوا. أنا مش فاهم يا سماعيل، أنت عاوز تفركش الرحلة دي ليه؟ وبعدين دي فرقة جديدة يا ابني، فرقة جديدة وعايزة توصل للمجد ومحتاجة لحد زيي. أنا كمطرب عالمي لازم أقف جنبهم لحد ما يوصلوا للقمة. العربية جاية هناك اهي يا فرج الله. خش خش، قرب قرب، المسامير قدامك وانا في انتظارك. خش هوب، واحد اتنين تلاتة. استعان عشق بالله، ما انت كريم ورب احمدك. وانا ناقص تعب يا ربي، ده انا اتهديت النهارده. ولا يهمك يا استاذ رشاد، كويس انها فرقعت واحنا جنب المحطه. انا هندهلك الجدع اللي بيشتغل هناك ده يصلحها. تعالى امك تعالك يا استاذ رشاد. كم فرقه فرقعوا بقى؟ انت بقى تحمد ربنا عشان العجل فرقع هنا. فين اللي سابني؟ موجود. طب هاته بسرعه. عندكم ميه ساقعه؟ احنا عندنا ميه ساقعه وسخنه كمان جوه هنا في الاداره. رايح انت بقى يا معلم رشاد ولا روح هات علبة سجاير من شبرا وتعالى؟ لا خلي حضرتك مستريح. لا بس انا رايح اشرب. تشربي؟ اه. احنا نجيب حاجه ساقعه. حاجه ساقعه حسن. لا بقى انت بتتريق، حاجه ساقعه في الصحراء. اه يا فندم لا بتريق، ده انا بتكلم جد يا حسن. الواد كان واقف هنا بالثلاجه، راح فين؟ الله مش معقوله تلاقيه بيلف كده بياخد لفه ولا حاجه. اتفضل يا فندم استريح. اتفضل يا فندم. حاجة ساعة هتجيلك دلوقتي. بقول لك ايه؟ ايوه فندم. انا ملاحظة كده ان التملي الكاوتش بيفرقع هنا. ايه؟ بقول لك الكاوتش تملي بيفرقع هنا ليه؟ هو يا فندم يعني عشان نشوف حضرتك يا فندم. مين؟ الست اللي فننت الفندق؟ عجيب انك بتعرف تلعب على الاكورديون. وايه العجيب في كده؟ اصل يعني انت قاعد هنا في المحطة وفي المحطة. على الله اكون عجبتك يعني. بجد انت كويس. متشكر قوي. طب ما دام انت بتعرف تعزف، طب ما تيجي تشتغل معانا في الفرقة. اشتغل ايه؟ عازف. عازف؟ انا ملحن. ملحن؟ انت مستقلية بيا ولا ايه؟ انا بس مستني الفرصة. مطرب واحد يسمعني. مطرب. اسمعه لحن نجيب الارض ما يقومش منه. طيب يا ريت تعمل لي لحن ارقص عليه. في الحقيقه انا ما عنديش الحان راقص، انما في غناوي وغناوي جديده كمان. لما احتاج لك ابقى ابعت لك. اجيب لك حاجه ساعه؟ لا متشكره، زمان الكاوتش راكب وخلاص. طب حل عني بقى عشان عايز اعمل مزيكا. يلا. حبيبي نفسي تغني لي. هانم كل ده بقى طلع من بطن الكاوتش. شوف ازاي. ها امال ايه؟ اهو زاز ومسامير. يلا يا استاذ رشاد. الله عرقنا يا ست. ايوه عرقنا. اما تبقى شيل المسامير والازاز من السكه ابقى تعالى حاسبني. لا لا انا معقوله كده يا عموره يعني؟ على ايه يا استاذ رشاد؟ عرقنا قابلني المسامير. كده يا معلم رشاد. معقوله؟ بنت الجنية معلش عشان خاطر الأمورة اللي معاك افرجها يا رب. ايه النظام يا اسماعيل؟ مش عارف يا استاذ اتأخرت كده ليه؟ نعم الغيب حجيته معايا يا استاذ هنعمل ولا ما انت عارف ان الغيب حجيته معايا فوتت البنت ليه عليا يا اسماعيل؟ ما كانت حلوة. الله انت مش عارف ان انا لما ماسكر بعمل ايه يا اسماعيل؟ عارف يا استاذ عارف انا هتصرف المره دي مش خايف ظنك. لا انا اللي هتصرف معاك يا استاذ. يلا استاذ رشاد يا استاذ. استنى استنى كويس كده انا؟
استاذ يحب العشاء هنا ولا في المطعم تحت؟ عشاء. سجنهم حبيبي دول سجنهم حبيبي سجنهم حبيبي وعملوني عليه سجان سجنهم حبيبي وعملوني عليه سجان العصر للعصر وانا تمم عليه وانا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي سجنهم حبيبي الله يحيي معقول يا عم رمضان انت اللي سجنته سجنهم حبيبي وعملوني عليه سجان من العصر للعصر وانا تمم عليه وانا على النعمة انت هتجنني ناس رمضان هتجنني بقول انا فوقش بقول بس مش لاقي اللي يسمعني ازاي بقى ده انت هريني سمع والله فيك الخير ما تقولش كده رمضان ما كنتش انا استحملك واسمعك الغريب هو اللي هيسمعك انا نفسي بقى الغريب هو اللي يسمعني ليه الغريب اجدع مني في ايه بقى لا لا مش قصدي مش قصدك ايه طب ده انا بهلل لك اكتر من اللي كانوا بيهللوا لام كلثوم ما انتش فاهمني انا نفسي الالحان دي تشوف النور طب ما هو شايفاه اهو وعمود النور فوقين عادي يا ابني فتح مخك معايا ما تبقاش حمار مقبوله منك حلوه حلوه يا استاذ رمضان وعلى النعمه لو حد غيرك قالها لي كنت خرقت له عين بس انا عامل حساب بس ان انت مخمسني في العيش والملح يا دي اصيل انت هلا وبس الواحد غيرش قدام الناس ان انا بشتغل عندك دي برضو الحقيقه لا معلش صلى على النبي بقى ده انا اللي بصرف عليك انت ادي حويل انت تصرف عليا بصرف عليه طب صعبت ولا ايه لكن انت فاكر العز اللي انت فيه ده من عزبه ابوك بتعيرني فؤاد مقصودش رمضان بس يعني بفكرك ان كل ده من الازاز والمسامير اللي انا برميها لولا ما كانش فيه الازازه ولا التعميره اللي موجوده دي بس انا حبيت افهمك يعني ان خير عليك بصنعه لطافه عشان ما احرجكش يا فؤاد انا مش ناسي لك وقفتك جنبي عليا النعمه لو ربنا اكرمني لاكتب لك نصيبي في المحطه ايه ده بجد يا استاذ رمضان صحيح بجد بجد بس دعواتك ليه يا ولا انا ادعي لك يا استاذ رمضان بس قول لي ادعي لك بايه ادعي قول لي يا رب ان اي حد من المطربين المشهورين ياخد مني لحن يا رب كل المطربين والمطربات يمتصوا في نظرهم لو ما خدوش منك غناوي يا سلام يا سلام يا ده فؤاد لو وقع اي واحد فيهم لحن ما يقومش منه لا هيقوم ويقومني معاه وانا اخد المحطه بقى تاخدها وتروح بيها ب 60 داهيه طب واذا زرجنت المحطة هتزرجن يا بني ادم مش المحطة يا اخي اختك الست ياسمين وياسمين مالها انا هتصرف اللي يخصني في نصيبي ما انت بس بتقول كده وتيجي قدامها وتترعش انت بتخاف منها يلا لا بحترمها هلا ده احترام احترام اصل دي اخت صغيره وابويا الله يرحمه وصاني عليها قال لي ما تزعلهاش وانا ما بزعلهاش وانت بقى عملت بالوصيه وفرتكت كل الورث وديت الفلوس في داهيه حتى شركات البنزين ما عادش بتدي لك بنزين ما تثقش فيك وديت الفلوس فين يا رمضان وديت الفلوس فين؟ الورثة على الموسيقيين والمطربين في مصر شيخ بتقلب على المواجع ليه يا اخي؟ انا عارف سجنهم حبيبي سجنهم حبيبي رمضان رمضان فؤاد يا فؤاد رمضان انذار مفيش حد هنا يا ست ازاي بس فؤاد يا فؤاد رمضان خلصيني يا ست انا في عرضك انا مش ناقص عطلة انا ايه يا فؤاد ست ياسمين يا مرحبا اهلا يا مرحبا ست ياسمين الحمد لله على السلامة ايه الحكاية يا فؤاد انتوا نايمين
امال سايبين الخدمه لمين؟ معلش يا ست ياسمين، عينيا غفلت شويه. المهم مون القصه وحاسبه وبطلع لي الشنط على فوق. أمون وحاسب؟ أمون وحاسب؟ طب منين؟ يا عم اديني حسابي وخلصني خليني أمشي. أي بابا، الله، أنت حسابك كام؟ 30 جنيه وحاملة تانك بنزين وبخصم ثمن بنزين من الحساب. يعني أنت بقى ناوي تمون؟ الله، طبعًا، ولا أنت عندك مانع؟ لا لا أبدًا مفيش يعني، أخبار الكاوتش بتاعك إيه؟ كويس كله يعني؟ مفيش فردة عايزة لحام ولا نفخ؟ ولا حاجة من دي؟ يا عم كوتش حلو زي الحديد اهو، الله، أربع فرد جداد. عجيبة يا أخي. سبحان الله، إيه العجيب في كده؟ لا مفيش حاجة. بس أنا عايز أقول لك يعني ما عندناش بنزين، شطبنا. يا خبر؟ طب والعامل؟ ما تتخضش قوي كده، بنزين قدام كتير. بس زي الكوتش بتاعك يعني ما نمشي لغاية دلوقتي. لا إله إلا الله، يا عم أنت عملت نقع على الكوتش بتاعي ليه؟ بقول لك الحديد في الكوتش زي الحديد. يا عم أنا بدور على أكل عيش يا عم، الله. طب تسمع بقى تديني حساب وخلاص تخليني امشي. خلاص هجيب لك حسابك. ده 2 كيلو مسمار يا عقلم. 2 كيلو مسمار، ده مسامير سكه بقى والمسمار 5 سنتي. يعني فس اب. يعني هنا انفسنا مقدمه بالشهاده. باذن الله وبتقدير كمان، ومش بعيد اطلع معيده. هايله هايله يا ياسمين. او كده هيبقى الاخ واخته خايبين. ما تقولش كده، او انت خايب ليه؟ ظروفي ظروفي مش هي. الدنيا مش ماشيه معايا يا ياسمين. ليه؟ انا ملاحظه كده. هي المحطة ما بتكسبش؟ أظن مفيش محطة بنزين ما بتكسبش. محطتنا طلعت عليها إشاعة إن بنزينها مضروب. إزاي؟ هبقول لك بعدين. الشنط يا ست ياسمين. طب متشكرة. وديها أوضتها. لا أنا هوديهم بنفسي. أنت بدخل راجل في أوضتي. وده راجل. شكرا يا إخوان. الله يخليك. إيدك على 30 جنيه إيه؟ إزاي يعني؟ أختك مقاولة سواق اللي جاب على 30 جنيه وقالت لي إديله. طب خلاص اتصرف. انا مالي؟ هي قالت لي انا ولا قالت لك انت؟ مالك ازاي؟ مال انا اللي مالي؟ انا اللي هتصرف. يا ابني هي قالت لي انا ادفع ولا قالت لك انت ادفع؟ قالت لي انا. خلاص ادفع لها. بقول لك ايه؟ ايوه ما تنساش البقشيش عشان ضعيف وشنا برضه. انا قطعت نظر رمضان. وده قطع صار؟ الراجل واقف تحت. انا بقى هعمل له ايه للراجل ده؟ رمضان. ايوه يا ياسمين. اختي بتنده. اوعى 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 انت اهو جبان. من ايه؟ تعالى هنا. انا هطلع له منين؟ انا مالي يا ابني اتصرف بلاش فضايح، اديله اي حاجه. اي حاجه ايه؟ هدي له تشت ولا حله؟ انا كلهم دايبين ما ينفعوش. اتصرف اتصرف. ايوه يا ياسمين. ايوه يا اختي مبروك الشهاده. شهادة ايه؟ مبروك يا اختي الشهاده. الله العظيم. الله اتصرف. الله الله الله. ايه ده؟ الله الله. طب شفت ايه الغبره دي؟ اربع فرق يناموا. يا اسطى يا اسطى الحقني يا اسطى. ايه يا جدع انت؟ فتح فتحها. ما احنا بندبر لك الفلوس اهو. فلوس ايه؟ مش وقت الفلوس دلوقتي. الحقني اربع فرق كوتش ريحهم. بركاتك يا ام هاشم. بركاتك يا ام العواجز. انت قلت ليك عندنا كام؟ 30 جنيه. ايدك على 10 جنيه. بقول لك ليه 30 جنيه تقوم تقول لي هات 10 جنيه؟ احنا بنصلح فرد الكاوتش هنا ب 10 جنيه. ده استغلال بقى وفترة. تمسك لي منين اللي توجعني؟ احسبها زي ما تحسبها. ده احنا في صحراء يابا. تقوم تاخد في تصليح فرد الكاوتش 10 جنيه. امال هناكل عيش منين الا من الافوات اللي زيك؟ الله. اتفضل يا عم اشتغل. الدفع هنا مقدمة. كمان لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا ترحم. اهو بقى. اتفضل. ال 10 جنيه اهي. اتفضل بقى اشتغل. انا هشتغل. اوعى تقل ادبك، هتقل ادبك كده اهو، هسيبك مرمي في الصحراء لغايه لما يبان لك اصحاب، وبعون الله مش هيبان لك ولا واحد. يا سيدي حقك عليا. اتفضل اشتغل. اذا كنت عايز تصلح الاستبن، الاستبن بنصلحه ب 30 جنيه. يا سيدي مش عاوز الاستبن، اعمل معروف ريحني. كده؟ طب طلع الكوريك بقى وارفع العربيه على المشرف بودي. يا ياسمين ما تقلبيش عليها المواجع. مواجع ايه يا رمضان؟ ده بابا اللي يرحمه سايبنا تاني. لا كنوز. تلاقيك رجعت للشغل تاني. لا ابدا. كل ما في الامر اللي طلعت في دماغي ان انا فنان. ملحن يعني. ملحن؟ انت بتقول ايه يا رمضان؟ انت تعرف ايه عن الموسيقى عشان تبقى ملحن؟ هي حكايه بهبهوني كده؟ ده انت لا مؤاخذه يعني. هو يعني الواحد ينزل بطنهم ملحن؟ افهم من كده ان كل شيء راح. ضاع. وضميرك سمح لك انك تبدد نصيبي يا رمضان؟ ما انت اختي برضه. هو عشان اختك ما كنتش حاجه. انا كنت هعوضك من جنيه العشر. منين يا حصن؟ منين؟ المزيكا. انت لا اسكت اسكت واتكسف على جنبك. كفايه توبيخ بقى يا ياسمين. لا مش كفايه، انت ضيعتني ضيعتني وضيعت كل اللي فاتهولي المرحوم ابويا.
يعني ناوي تعملي ايه؟ هبلغ النيابه. هتحبسيني يا ياسمين؟ هتحبسي اخوكي؟ ما باليد حيلة، لانك مصر تمشي في الطريق اللي بتقول عليه ده يا رمضان. انا من حقي بقى الحق نفسي قبل ما الجزء اللي فاضل يضيع، ده اذا كان فيه جزء باقي. حرام عليك، ما تضيعيش مستقبلي. ما هو ضاع خلاص. هحاول من جديد. تحاول تمزج تاني مش كده؟ لا هبطلها، هتوب على خالص وانتبه لشغلي واحاول ارجع كل شيء. مش هتقدر. ما ليه بس بتكسري مقاديفي كده؟ عشان ترجع كل حاجة لازم تكون صادق مع نفسك يا أخي. لازم تبطل الخمر يا رمضان. حاضر هبطل. ولازم تصلي. لا على مهلك شوية عليا، خديني واحدة واحدة. يا رمضان لازم تصلي، الصلاة دي هي اللي هتقربك من ربنا، هي اللي هتبعدك عن كل شيء حرام. خلاص يا رمضان. قلت إيه؟ حاضر حصلي. ساعة ما لقيت نفذت كل الاتفاقيات دي هترجع تاني، أخويا اللي بحبه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أتوكل. أيوه. قهوة وشيشة لعمي. ما تقولش يا عمي، قول يا همي، قول يا غمي، قول يا العار اللي راكب على راسنا وهيخلينا نمشي في الحس واحنا لابسين طرح. الله 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 الله، مالك يا عمي؟ مغير دمك كده ليه؟ دمي؟ بص يا أخويا شوف التصويرة دي. الله، صورة البيت ثانية يا أختي. وإيه اللي هي لابساها ده؟ لابسة رقاصة يا أخويا. طب وبعدين يا عمي؟ هنقول للناس إيه؟ هنحط عينينا في عينين الناس ازاي؟ انا مش عارف اعمل ايه يا عمي. انت لازم تتصرف يا عمي. دي مش لازم يطلع عليها النار الا وهي متقطعه حتت. احنا مش هنستنى النهار، احنا هنتصرف دلوقتي يا معلم. هتبقى يبتدي ينظف البيت ده؟ ابتدي منين يا رب؟ ابتدي منين؟ من قله رمضان. هتعمل ايه يا مجنون؟ ايه بشرب حجرين؟ انت عايز تودينا في داهيه؟ ليه الحكومه هتمر من هنا؟ ما الحكومه نايمه فوق. الله، هي الحكومه جت نامت هنا؟ ياسمين اخت ياسمين فوق. اخ خضتني يا اخي. طب وبعدين بقى في العكننه دي بقى؟ المصيبه انها مش هتقعد 3 اشهر زي كل سنه، لا ده هتبلط على طول. خلاص السنه دي هتستنى جواب التعيين. عينا يا رمضان، ان كان عليا انا ممكن امشيها مسامير، لكن انت حصر هتشرب ازاي؟ في القله ولا في الفنجان؟ لا ده ولا ده، انا هبطل. يا عم قول كلام غير ده يا عم. ده شرطها والا تدخلني السجن. ايه بتهددك؟ معقوله اخت تدخل اخوها السجن؟ دي اخت وانا عارفها، ساعة الجد ما تعرفش ابوها. الحمد لله ان انا ماليش اخت، كانت اتحكمت عليها بالاعدام، الحمد لله. اعمل لك مسمار معايا؟ بايخ، واد بايخ. ايه ده يا ياسمين؟ انت لسه ما نمتيش؟ انام ازاي في الزباله دي؟ انا عارفه انت ازاي نايم في القذاره دي؟ ما انا خلاص خدت عليها. روح شوف اوضتك حصل فيها ايه؟ عملت فيها ايه؟ بقيت زي الفل. يبقى مش هعرف انام. ليه؟ بموت في الوساخه. عن اذنك بقى. على فين؟ هطلع بدري شويه احسن، حاسس ان انا همدان. لا انا مش هنام الا ما اخلي البيت ده بيبلغ. انت خلاص ايه؟ خلاص فاضل لي بس الصلاه والحمام. لا قدامك 6 اشهر. عن اذنك. البنزين. يا
يا اخ يا سيد اصحى يا ابني يا اسطى قوم يا اسطى قوم يا اسطى قوم مفيش يا قوم يا ابني اصحى اكلمك بس ما عندناش ايه قوم فوق كده خليني اعرف اكلمك اصحى فوق ايه ده الله معقوله دي ايه الله 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 انت انا ايه انت ولا مش انت يا ابني الكاوتش بتاع العربيه فرقع وعايز حد ينفخه ينفخ انا شايفه قبل كده انت والنبي ولا مش انت يا ابني ايه الكلام ده مدفوق معايا الكاوتش بتاع العربيه عايز حد ينفخه انت لا. رمضان يا رمضان رمضان الكلام ده رمضان 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 مين انا فؤاد يا ست ياسمين عاوز حاجه يا فؤاد عايز لسه رمضان في حاجه مهمه والحاجه المهمه دي يعني ما تستناش للصبح ولا دقيقه مساء الخير يا ست ياسمين مساء النور مستر رمضان مستر رمضان مستر رمضان بيه رمضان اصحى مين اصحى فؤاد ايوه انا فؤاد في ايه فؤاد باضيت لك في القفص مين دي يا ابني اللي باضت عيب الشهره والمجد جمله حد عندك انت ملبح حاجه استاذ وحيد يسري الاستاذ وحيد يسري مات مات ايه عندنا هنا في المحطه اوعى 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 سكت عندنا رمضان اوعى سكت اللي قتلك اوعى استنى بس يا اخي هتنزل بمنظرك ده ماله مصر ماله ماله هدوم اهو لا لا ده لو شافك كده مش هقول عليك فنان ولا احزنون البس كده وهي نفسك عشان ما تضيعناش وتضيع نفسك اعمله فنان ايوه اعمله انت فنان وانا هحجزه لك تحت ما تغيبش عليا وحيد يسري استاذ وحيد يسري هنا في المحطه منور يا استاذ وحيد الستين ورحت على فين يا ابني انا مستعجل انا تحت امرك يا استاذ وحيد طب روح شوف الكاوتش يلا روح شوف ايوه شوف ازاي الاولاد كده وازاي المعيشه معاك وحالك عامل ايه الحمد لله الحمد لله حياه قاسيه وقاسيه الحمد لله هتسيرني يا جدع انت لا يا ابني روح شوف الكاوتش ايه اللي فرقعه قبل ما فرقع انا لا يا فندم بعد الشر عليك يا فندم الف بعد الشر عليك يا فندم انت كنت جاي منين يا فندم ورايح فين يعني انا كنت نازل من عشان عندي رايح اقابل ما انت بتنزل هناك كتير قوي اه لا شفتك انا مره هتفتح لي محضر ما تروح شوف الكاوتش يا جدع شوف ايه اللي فرقعه انت مستعجل بيه قوي ليه كده ده فرده الكاوتش ما تاخدش مني خمس دقايق تطليع مش فرده يا بني ادم دول اربعه 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 اه ورا بعض بوم 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 انا افتكرت عصابه فتحت عليها النار كنت هتطرفت عليها الميه منين يا فندم بتفتح الميه انت هتحقق معايا ما تروح يا ابني تشوف الكاوتش الله يخليك ايوه يا فندم انا هشوف الكاوتش يا فندم هشوف ده انت تحمد ربنا ستر ده ام حضرتك ده لك الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها كانت ست عظيمه ربنا يخليها لك يا فندم حاجه النبي انا امي ما ماتتش يا بني ادم وانا يا فندم الرحمه بتجوز على الميت والحي كلنا هنموت جميعا حاجه النبي يا رب ياخدنا من هنا يا رب حاجة الله العظيم انا مش مصدق نفسي والله يا استاذ وحيد طب ما انت غيتت يا اخي الله انت غيتت يا ابني روح شوف الكاوتش بقى الله يسترك ربنا ما يحرمنا من صوتك العظيم يا فندم الله يخليك انا هنا مساء الخير مش معقول الاستاذ محمد عبد الوهاب شخصيا انا امتداده امتداده يعني ايه رجليه مش فاهم بعدين هتفهم انا يعني مش عايز افهم حاجه انا عايز كاوتش العربيه تصلح ويا ولا هنفجر فيكم كلكم فؤاد شوف شغلك يا فؤاد وانت تعالى معايا جوه على فين خمس دقايق تستريح وبعد خمس دقايق هيبقى كل شيء في خبر كان خبر كان ما تاخدش بالك انا معجب بالحالك او متبع اعمالك بس انا عاتب عليك ليه بقى ما بتختارش الحانك انت اتجننت انا بغني لاكبر ملحني الحان البلد انت محتاج دم جديد دم جديد يغير جلدك يغير جلد ازاي خش وانا هفهمك انا هدخل بس انا مش ناقص دوشه وبعدين مهما تنكرت كلنا عارفينك استاذ سيد مكاوي طبعا اهلا اتفضل يا استاذ اتفضل استريح وانا حالا هصيب على العربيه واجي لك اتفضل يا فؤاد هو وقع ولا الثوره مات ايه انت ناوي على الشر ولا ايه هغشك طيب خلاص تعالى بالله على الشأن يلا استمر استمر ليلتنا بيضه ان شاء الله ان شاء الله ربنا بعتهولك لغايه عندك وانا هسيب الفرصه دي
هسمعه كل الحاني وان شاء الله رب يكون فيها ضرب نار. اوعى تسيبه، ده فرصتك. 850 لعن لازم يسمعهم كلهم. لازم حالي. وبعدين ايه، اياك بقى تنسى وعدك معايا. عيب، نصيب المحطه هيبقى من نصيبك ان شاء الله. شد حيلك، كمل بيت الكاوتش. كمل، ده انا قتيله النهارده، انا هسيبه. انا هخش اسايره وبعدين تكون خلصت على كل الفرق. ماشي، خلي الطنوش اللي ضربنا. خليه هنا، انا هخلص على الاستبن واكمل على بقيه العجل. الاوتوموبيل اتصلح؟ واد من امي الواد. لا بسرعه يا اخوانا انا مستعجل. معلش دي محتاجه شغل كتير. وماله يشتغل، ما هو هيقبض. انا لازم اوصل لقنطه العالمين دلوقتي حالا. طب روح شوف صبيك واستعجله بسرعه. يلا تعال نشوف. لا انت مستعجل ليه بس؟ مستعجل؟ ده اتجنن. مستعجل. خد يا استاذ. استنى بس يا استاذ. ما استناش يا ابني. اصبر بس. اصبر ايه يا لا؟ وانا فاضي. فين الولد بتاع الكاوتش؟ خلاص يا بابا؟ ايوه فندم. خلاص يا شاطر الكاوتش؟ ايوه سعاده البيت، الكاوتش ده مش نافع تاني. انت بتقول ايه؟ صدقني يا سعاده البيت، الكاوتش ده انت اتسكيت فيه. اتسكيت فيه يعني ايه؟ العربيه جديده والكاوتش جديد. فؤاد اذا كان الاستاذ مش مصدق وريله على الطبيعه. من عيني اهو، على عينك يا تاج. الراجل. انا فندم الكاوتش من الربيع. ده البراني وده الدخلي. ده الدخلي يا فندم، عايز لزق بتاع كتير قوي يعني. نهار اسود منيل، ليله كوبيا. انا عارف ان الليله ده اطلع فن. معلش يا استاذ ما تعملش بنفسك كده. ما عملش بنفسي ايه يا ناس؟ انتوا مش فاهمين، ده انا مطرب يعني. اتشد عمال اتشد. انا لولا اني مكسوف منكم انا كنت لطمت. معلش الرجال تبان في المواقف المحرجه اللي زي دي. قال ايه؟ وفي يا رجال لازم اوصل لقمطه العالمين فورا. انت هتروح يا فندم؟ هتروح. هروح ازاي؟ مش بتقول ما ينفعش؟ لا هينفع بيه، انا هصلحها بيه، بس المساله عايزه صبر وقت يعني. استاذ الواد فؤاد اللي قدامك ده ما تستعصرش عليه حاجه. صحيح يا فوقش. امال مش عايز حد يكلمنا في اسمع. انا عايز اشتغل. الله سيبه احسن، ده مجنونه. مش لو كلمته مش هشتغل. يلا قوم تعال. انا معاك. خلونا اصلح الكاوتش. خلاص يا فؤاد خلاص. ده عايز له 3 ايام تصليح. ايه الكلام ده؟ خلاص يا استاذ فؤاد خلاص كده يا رمضان. اه خلاص جملك خلاص. فعلا الانسان مصير لا مخير. انا كنت مني نفسي اقضي ليله جميله، مكتوب عليا اقضيها في المكان الموحش ده. ما تضايقش نفسك. امال ماتضايقش نفسي ازاي؟ هي المسافة من هنا للوكاندا بعيدة؟ طبعا، وحتى لو كانت قريبة هتمشي ازاي في الصحراء والمكان الموحش ده؟ يمكن كانت الديابة تاكلك او صعقة تنزل عليك تشلك. الله يطمنك. ليك عليا اعيشك كام ساعة دولت في هنا وسرور. هسمعك الحان عمرك ما سمعتها. هشيبك. ما افتكرش. ما تبقاش متشائم امبارح. اتفضل اتفضل. ده انت فرصتي. اتفضل يا استاذ. ده انا هسمعك، ده انا ههريك اغاني. اتفضل يا استاذ ما تبصليش. اتفضل. انا هتعمل فيا كده؟ اطلب مطربي البلد تتعمل في الفصل ده؟ دي مؤامره، دي مصيبه سودا. اسمع انت، مين مسلطك عليا؟ فريد اطرش؟ تمام. عبد الحليم حافظ؟ مات. علويه؟ مات. يبقى عملها الرئيس متقال. متاع المال. انا عاقل وفاهم كل حاجه. دي مؤامره. اربع عجلات تفرقعه والاستب. دي مؤامره يا سيد. يا عم روق. الظاهر ان فرقعت كاوتش عربيه تعرض اعصابك. انا بقى هروقك. اليوم كله مش طبيعي. انا اصطبحت بوش مين النهارده؟ خد الشنطه كاس عشان تهدي اعصابك. ايه دي خمره؟ لا 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 مش ممكن. إيه انت مش بتديها برضه؟ ايوه يا ابني بديها، بس اوقات معينه وفي مسببات ومستلزمات عارف انا المستلزمات؟ ايه؟ مش قصدك التلج والمزه؟ التلج والمزه يا اخي نايل. طب ايه رايك بقى في الحمام بالفريك؟ كمان حمام بالفريك؟ لا بقول ايه؟ مش ده بقى تسيبك من الحاجات دي بدل ما نخسر بعض. يا اخوانا يلا شوف الواد خلص ولا العربيه ولا انا مستعجل، الناس قاعدين منتظريني على نار. هم مين دول؟ انت هتصاحبني بقى. طب خد الشرب. يا ابني بلاش الخمره دي. اشرب بس. ايه ده سكوتش ده؟ سكوتشك. بلاش عشان تبقى انت الجاني المسؤول. اشرب 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 يا راجل، ده والشفا. يلا كله مصلحه. صحة الليله الجميله. في صحتها. هي مين دي، العربيه؟ ده انت ذكي لدرجه الغباء. على فكره انت اهبل. والنبي. على العموم هنشوف مين فينا اهبل. ايه ده انت سفنجه يا جدع. روح شوف لو خلص العربية لحم بشرفي، اطلع ليه ما خلصهاش هقتله. دي واحدة حطام العربية وبالمرة بقى اجيب التلج والمزة. حاسس ان الليلة دي كوبيا. فؤاد انا رمضان. ايه النظام؟ ها؟ شرحت لك كل العجل، بص النوعية ده يصلح بعد كده. العربية دي مش هتقوم من هنا الا بعد سنة. انا بقى ايه؟ هسكنه وهشيل حمامه. تسكن مين؟ وحيد يسر. تسكنوا ازاي؟ الله سكرته صحيح؟ ده ابتدى يشرب فعلا. يا نهار اسود، حد يعمل كده رمضان؟ معقولة؟ في ايه؟ أنا سمعت إن هو لما بيسكر ما بيبقاش طبيعي. طب وفي ايه؟ قال احنا رجالة. أنا ما بتكلمش عليه وعليك. الله، مش في أختك هنا قاعدة؟ مال أختي؟
اختي اصلا مش عارف يالا. يا عم انا عامل حساب كده، اختك لو عرفت ان في واحد سكران في الاوضه هنا ولا في الشقه هتطردك وتطرده، ولا ممكن تحبسك كمان، وده تعبنا على الفاضي. طب نقفل عليها الباب ما خرجهاش. عم ما تخرجش ايه ده بتضربك يا عم، انت بتخاف منها. طب والعمل فؤاد؟ تخش انت الوقت تسك على الخمره دي وما تدلوش يشرب وسمعه كل الحانك. طب اسمع انا هخش اشوف النظام وانا عايز العربيه تدخ خالص. هدخدخ اعملها كل حاجه اهي. حد يشكر واحد ويسكي يسري. رمضان ايه في ايه؟ عايزه ايه؟ بتعمل ايه عندك دلوقتي؟ بعمل حسابات عشان من بكره نجيب بنزين ونمشي العجله. طب برافو عليك، انا لسه سهرانه، اذا عاوز شاي ولا اي حاجه قول لي يا رمضان. صوت هيجنن. طب متشكرين، ادخلي انت بقى ادخلي. لا انت بتلفتني كده ليه؟ لا ابدا، اصل الدنيا برد. ادخلي بقى. اهلا اهلا يا ابو صيام. ايه فين الحمام؟ حالا. والمدام؟ المدام ليه عايزاني امضلها؟ تمضلها يعني ايه؟ الاوتوغراف. احنا ما عندناش لا مدامات ولا اوتوغرافات، عندنا صور وعاده. ينفع؟ الله 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 يا رمضان، انا حاسس كده ان معاملتك اتغيرت من ناحيتي قوي. لا 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 لا، ما احبش حد يزعل مني. انا همشي. لا تمشي فين يا جدع، ما تبقاش خلقك ده كده. لا لا لا، انا اصلا حر، انا ما احبش حد يمسك لي على الواحده. اشرب زي ما انا عاوز واعمل زي ما انا عاوز، مش كفايه اللي جرالي؟ وبعدين انت ما عندكش ويسكي ولا ايه؟ خلص الويسكي؟ ويسكي انت بلعها تاني؟ تاني وتالت ورابع؟ لا انا اشرب ويسكي زي ما انا عاوز والا همشي. لا تمشي فين يا جدع، السكه ليل والدنيا واعره. لا ما يهمنيش، انا شارب وقلبي ده زي الحديد. يا الويسكي يجي والمدام تيجي افضل لها اوتوجراف. يا امشي. حاضر 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 حاضر، بس اهدى اهدى في ليلتك الطين دي. انت بتبلطم بتقول ايه؟ طب ما خطرش. حاضر. اللي انت شايفاه خمرة؟ انت رجعت من الشرب تاني؟ وعايز شوية مزة. شو قلت لي انك هتبطلها؟ حصل، بس اصلي عندي ضيف لله دي وعايز ارحب بيه. انا دلوقتي عرفت الخراب اللي حل بيك وبرزقنا من ايه؟ هبطلها بكرة. كلام فارغ، انت مالكش كلمة يا رمضان. انا عرفت ربنا ليه مش ببارك لنا في رزقنا. اسمع بس، اصلك مش عارفة مين الضيف اللي عندنا ده. هيكون مين يعني؟ الشيطان اللي عندك. الشيطان يا رمضان. مفيش حكايه كده. امال الله، ما تاخدهاش كده. ما تخرفش بقى، انت بتقول ايه؟ اسمع، انا مش ممكن ابات هنا ابدا، انا مش ممكن اقعد في بيت كله حرام في حرام. انا ماشي حالي. اسمع، هتروح فين الدنيا ليه؟ ما يهمنيش. يا خسارتك يا رمضان، ان شاء الله ديابه تكون، لكن حقيقة انا ماشي خالص. مجنونه بتعملها. طب افرض ماشي، ما تمشي. الله، وتبقى جت من عندها هي. تعالى يا ياسمين. طب بس قولي لي هتروح على فين؟ حبس سيدي عبد الرحمن، هو البكره الصبح نازل على مصر. خلاص انا موافق يا ستي، بس اجي اوصلك. مش ممكن اكتب جنب واحد ريحته خمره. رجع تاني على البوك ريحتك خمره. ما انا مش ممكن اسيبك تمشي لوحدك. وانا مش ممكن ارجع جنب واحد سكير، انا اخويا سكير. وتكون في علمك بقى، انا مش ممكن هدخل البيت ده الا اذا اقصدت لي على المصحف الشريف انك هتبطلها والى الابد. موافق، بس اجي اوصلك. مستحيل. طب الولد فؤاد يوصلك. شريف ورا خط؟ لا. خلاص يبقى موافق. معقول يا ياسمين؟ تخيل غريب يوصلك وما كنتش موصلتيش؟ البنت شريفة ما يهمهاش. بنت شريفة زي الجنيه الذهب، ما يتأثرش بأي عوامل، زي ناس مجرد صديق يجي يزوره. خلاص؟ يرجع للشرب تاني؟ لا يا رمضان، لا أنا ماشي. من فضلك اطلع بره، خليني ألبس بقى. طب يلا تعالى. أنا مش قادرة أفهم بتدقوا العربية ليه؟ أصل البطارية نايمة. لا بقى يا رمضان،
احنا بعدنا ما في الكفايه. تفتكر مش هيسمع مطروح عربيه؟ ايوه. طب يلا اركبك. طب هتعمل فيه ايه؟ ده راجل شارب وهيبوظ الدنيا. ولا يهمك، هقفل عليه بالضبه والمفتاح، ولما ترجع يبقى لنا صرفه. يلا اركب، خلي بالك من البيت. مع السلامه. مع السلامه يا اختي. مع السلامه. مع السلامه. يا ابويا بوي، عارفين سيرتنا يا ابويا بوي، عارفين سيرتنا يا ابويا بوي.
شوف الراجل واقف هناك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه العظمه دي؟ الف الف مبروك. عندك طلبه. ايه؟ بوست النجاح. اعتبرها وصلت. وصلت؟ وصلت باللاسلكي؟ انا مش عارفه اشكرك قد ايه. شكرا على وجهك. مع السلامه بقى يا حبيبي. لا ده على السلامه ايه؟ ما احنا مش انا مش هنقعد ولا نسهر مع بعض ونفرح بعدين عشان نحتفل بالنجاح. يا سيدي بعدين يلا بقى. انت بتطرديني ليه؟ خايفه عليك. احسن تتاخر على مراتك ولا حاجه تقوم تعمل لك مشاكل وكلام من ده. يا سلام سلام عليك يا سلام. انت كده بتحبيني وتعزيني ربنا يخليك يا عظيم. هو يمك من الاسف مفيش ولا اوضه فاضيه كله كومبليت. الفجر هيسافروا لرفض السياحي بعد ما يسافروا ممكن. تصبحوا على خير. مع السلامه يا سعاده البيت. يعني ايه هتفضل قاعده كده لحد الفجر؟ مفيش حل تاني. كنت هشوفك برضه يعني. سوري انا كنت هديك مقدم كنت هشوفك برضه. لا يعني. الاستاذ وحيد يسري جه؟ لا والله ما جاش. ولا اتصل في التليفون؟ ولا اتصل في التليفون. غريبه. ازيك يا استاذ؟ هو انت اخبار المسامير ايه؟ كبروا دلوقتي وبيبوسوا ايديك يا حلوين يا انا كنت عايز اكلم حضرتك كده على جنب. ايه عايز اجرتك؟ لا لا انا اجره ولا حاجه بس كنت عايز اقول لك كلمتين على انفراد يعني. اتفضل. انا كنت سامعك يعني بتسالي على وحيد يسري. ايوه ليه؟ انت تعرفوا بعض؟ اعرفه وما اعرفوش. حلوه. طب ازاي يعني؟ اصلها حكايه طويله. انا اسف انا طبعا اسفك. استنى عندك. انت بتسالني الاسئله دي كلها ليه؟ خلاص بقى يا ست هانم. تعالى هنا. وحيد يسري فين؟ دي حكايه طويله يطول شرحها عن اسم. استنى تعالى هنا كلمني. لازم عملتها فيه وفرقعت له كاوتش العربيه. مخبيش عليكي ولا جبان. وانا اللي كنت مستنياه. الله يعجن عليك. انا هوديك في داهيه. الله ليه بس كده؟ لانك لص. الله خلاص انا وعدك بعد النهارده مش هرش لا ازايز ولا مساوير. خلاص انا مش هبقى محتاج. اصل رمضان ده هيبقى ملحن كبير يشق طريقه وانا احط ايدي على المحطه. خلاص انت بتخرج بتقول ايه؟ انا هي فاهمها على قدها مش معانا. نقول كمان رمضان ده عنده غناوي كتير قوي حوالي 950 لحن يسمعهم لوحيد يسري تعجبه يدوا له فلوس رمضان يوصل وناخد المحطه. يعني مسامييرك وازايزك بوظت عليا احلى ليله كنت بتمناها. ست الليالي جايه كتير. الله الجايه بس هو وحيد يسري يسمع الالحان وبعدين يبقى اتصرفت فيه ان شاء الله حتى تموتيه. انا هبلغ عنك البوليس. مش هتقدري بقى. انت هتبلغي البوليس من هنا وانا هروح اشيل كل المسامير والازايز من هنا. وحيد يسري ده هاخده في الصحراء النائيه ده واخبيه في مكان ما حدش يعرفه غيري. اسمع يا محسوبك فؤاد. بقول لك ايه؟ انا عايز اروح لوحيد يسري. ما انا كنت جاي يا اخي. وكنت ليه؟ ما احنا فيها اهو. لا ما دام انت تعرفيه ومدياله معادي بقى ما تلزمينيش. بصراحه انا اعرفه لكن هو ما يعرفنيش. هو لازم اعرف ايه؟ شيء طبيعي. زي ما بقول لك كده بالظبط. انا ممكن اخدك معاه بس بشرط. ايه هو؟ لا مش هقوله لك هنا هقوله لك في العربيه. وما فكتيش عليه هرجعك هنا الوقنده تاني. وجايز ارميكي في الصحراء دي بدلك. ماشي. طب بقول لك ايه؟ في عربية جربانة واقفة قدام اللوكان استنيني فيها لغاية بس ما رايح الست ياسمين أخت رمضان. أخت رمضان؟ وهي بتعمل إيه هنا؟ لا مفيش جاية تستريح شوية بس اتخانقوا مع بعض ضربته وهو ما ضربهاش وجاية تستريح هنا. بقول لك إيه؟ أنت عارف سي رمضان؟ أنا هوصل لحد سي رمضان صاحب محطة البنزينة اللي في أول الطريق دي. عارفها؟ عارفها. أنا هناك جاي على طول. مع السلامة. لو سمحت يا الست سحر سمحت الست ياسمين تنام في اوضتها. وماله بس لازم هي اللي تقول لي. من حقك. ست سحر. ايه في ايه؟ مش حضرتك موافقه؟ اوكي موافقه. شفت موافقه خلصتها لك في ثانيه. شاكرين قوي. الاصول ما تزعلش. لا وانا ما احبش غير الاصول. الله هو في حاجه في البلد هنا بتمشي غير بالاصول يا ست ياسمين؟
اتفضل. سويت 13. سويت 13. هديك ال انا المفتاح ده المفتاح يا فندم. ايه ده عشانيه دي ولا ايه ده؟ ده السويت بتاعه. ليه انت الكوبيا؟ انت يا جدع انت مين قال لك تشربني ويسكي بس؟ حبيت اكرمك. تكرمني؟ الاوتوموبيل اخباره ايه؟ خلاص راح في خبر كان؟ لا زمان فؤاد دلوقتي بيخلص عليه. خلص عليه؟ بتنيمني يا اخ؟ وانا هنفضل وشنا في وش بعض كده طول الليل؟ فين الناس اللي هنا؟ الله مش المفروض هنا في ناس بشر قوم؟ في رجاله، في ستات، في مدموزلات، في اطفال. راحوا فين؟ هو في يا استاذ في بس من حب ليك مش عايز اعرفك على الاولاد. ليه يا رمضان؟ هو انا راجل لا اؤتمن. لا اله الا الله، ده انت فوق الشبهات، ده انت حتى سيرتك مسك يا استاذ. انت مش عاوز تعرفني على المدام ليه؟ ما انا مش عايز انكد عليك. ليه؟ اصلها وحشه وكئيبه. انا عارف ده هيحصل، لان صوتها مره يبقى ناعم حلو وفجاه صوتها الاقيه عامل زي ضجر الخنزير. يعني تفتكر هغشك يا استاذ؟ يا عم تغشيني ايه؟ ده مفيش حد في العالم ضحك عليا غيركم. قلت يا استاذ. استاذ ايه بقى وباب ايه؟ انا عايز اعرف راي حضرتك. انا بعرف الحن ولا ماشي في سكه غلط؟ لا انا عارف اخش لعبه المزيكا ولا عارف اراعي اكل عيشي. دبرني يا استاذ. انا واقف وسط الطريق، ماليش حل، ماليش دليل. دبرني ابو سيدي. ابو ساعتك، ابو شنبك، ابوك. رمضان اللي بتعمله ده يا ابني استغفر الله العظيم. الجدع بيعمل عربية ده فين؟ ده انا هقتله. اوعى بس هقتله المجنون ده. استنى انت هلا بتاع عربية هلا. استنى وحيد. زي ما اتفقنا بالظبط. ماشي. انا هقتله، صلى على النبي. هقتله يعني هقتله. المدام، مدام سي رمضان. الاستاذ وحيد يوسف. استاذ وحيد، مش معقول، انا مش مصدقه عليا. دي كئيبة يا كذاب. يالا الحكاية دي يالا. يالا يالا الحكاية دي يالا. كنت هتغني دلوقتي. تعالى بس نوضب القعدة. ما تتفضلوا يا جماعة استريحوا. واقفين كده ليه؟ اتفضلوا اتفضلوا. يالا الحكاية دي يالا. مش هفهمك دلوقتي. تعالى بس. أهلا أهلا. صوتك من بره الشيش غير جوه الشيش. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. ثانية واحدة رمضان. فاهمك حاجة بس وفهمني بس. فاهمك حاجة بس. ما تعطلكش عشان القعدة تحلو. خليكم انتوا رايحين. اتفضل. ثانية واحدة بس. تعالى بالظبط. شفت بقى؟ شفت كلته؟ ليه اللي انت عملته ده؟ ما كانش في طريقة غير كده. أنا فهمت لك كل حاجة. رقاصة؟ تتجوزني رقاصة فؤاد؟ مالها رقاصة؟ دي بتكسب قد 10 زيه وزيك. أنا ما بكلمكش على المكسب. أيوة بس الرقص دلوقتي فن رقص جميل. بتجوزها لي ليه من غير ما تاخد رأيي؟ أنت صدقت يا رمضان؟ دي جوازة كده وكده. أيوة بس وحيد شارب. وأنت إيه اللي لما بيبقى شارب ما بيعرفش أبوه؟ لا لا دي بنت حركة، ما تخافش عليها. لا يتخاف. وخصوصا إنها حركة. ودي تهمنا في إيه؟ دي مراتك أوانطة. أيوة بس حامل اسم. وأنا لا أسمح حاجة. لا بتسمح بقى بلا بتاع بقى. أمشي حالك يابا. أمشي بالقرعة فؤاد. اسمع إذا وحيد بتاعك نازل ده أنا هطلقه. طلق إيه يا ابني؟ أنت تصدقت ده تمثيلية. النبي أمال إيه تمثيلية؟ الله يا رمضان أنت ماشي ماشي نفسك. عشان ألحانك تطلع بس بحدود الأدب. أنا أطنش برضه حبتين عشان يعني. بقول لك إيه ياسمين ارتحت؟ آخر راحة. مش متضايقة مني؟ طبعا متضايقة منك. انا متضايق منك يا رمضان بس انت عارف ان هي قلبها طيب. احنا الصبح نروح نجيبها ونصالحها بس انت الوقت تروح ايه تحذف الحانك كلها كل الحانك تقولها قدامه عشان هو يختار الالحان. يلا بينا احنا سلمهم مع بعض. شيل ايدك يا جبان. تعال شيل ايدك. ايه وانت شايف حاجه؟ انا مش مصدقه نفسي. ولا انا كمان. سبحان الخلاق. انا معجبه بصوتك قوي يا استاذ وحيد. اخرس يا فجر يا قليله الادب. الله 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 الله. يا رمضان هي عملت ايه عشان تقول لها كده؟ لا ده انا مطرب يا راجل وهي بتبدي اعجابها بطربي. اصلا طنش. ايه طنش يا رمضان؟ انت الوقت هتقعد وتتجعز وتسمعنا بقى بجد. ايوه طب يلا نجيب الالات. ولا اقول لك
روح انت وانا هستنى. ما تحبكهاش قوي رمضان عشان الحانك توصل ما توقفش حالك. انت بتتكلم ازاي يا جدعان؟ ما تحبكهاش يعني ايه؟ خلاص حبكها وانت عدو نفسك هتجنني منك. استخرم استخرم. لكن زار يا رمضان انت بتغير على المدام قوي. الله مش عامله اسمي؟ لا طبعا 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 يا راجل اطمن خالص. الله انت مش سأل ان انا فوق الشبهات وبعدين اعتبرني انا زي اخوك. بجد يا استاذ؟ طبعا الله انت في محلات. لا انت تكون مطمن خالص مطمن لان احنا اخوات وما دام احنا اخوات مفيش اخ ابدا يبص لمرات اخوه. والله انت ريحتني. الهي ربنا يريح قلبك. محلات ما دام اطمنت بقى قوم خف بقى واقعد بعيد. ها الله الله. ايه يا ابني انت جايب الالات دي كلها ليه؟ عشان نمزج كلنا مع بعض. امال ايه؟ بس رمضان يسلطن كده ويسمعنا بقى. صبرت ونقلت يا عم جات لك الفرصه وانت يا لم شغلها بكده بالرق كده عشان جوزك يوصل والحانه تطلع للنور. دينا الايقاع. خد انت الاكوردون. انتوا يا بتوع البنزينه، انتوا اخواننا الوحده يا بتوع البنزينه، انتوا يا بتوع البنزينه. ابا ايه ده؟ مين الرزق ده؟ لازم عايز بنزين. مفيش بنزينة. استنى ما اروح اطرقه لك. اروح اطرقه لك ومشيه. ثانية واحدة. انت بتاع البنزين. انتوا اخواننا ابو وحدة. ايه؟ عامل ايه يا ابنك؟ اهلا 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 ليلتك سعيدة. مش باين. طب وليه اللون ده بقى؟ انا لوني كده، لوني غامق. خد عمر لي زي. ايه خربانة؟ ما بنصلحش صفايح. عمرها لي بنزيمه. لا يا سفين ما عندناش بنزينه حبيبي. مع السلامه. الله الله الله. ده نظام فرقعه بقى. هو نظام فرقعه بقى. الله الله. انت وشك سليم هخليك حلو. لا مش حلو. انا مش حلو. انا غلس. غلس؟ نظام غلاسه بقى. ايوه هو نظام غلاسه. قول لي غلس. قول لي غلاس. اخر غلاس. اتفضل هوينا. الله يبقى نظام جر شاكل. كل ما اكلمك هتقول لي نظام. ايوه. وعد بقى في ليلتك السودا دي. كل ما اكلمه قول لي نظام نظام. انت كم نظام يا ابني؟ ثلاثة ولا سبعة؟ يا عم اعمل معروف، دلوري واقف في الصحراء والشيال لوحده. عايز ايه يعني؟ احنا جبارنا مفيش بنزين، هوينا بقى. اهويك اروح فين؟ شوف لنا شوية بنزين هنا ولا هنا، خليك جدع عمار. جدع ده ندع من ابوك. الله ده نظام خناق بقى. ايوه هو نظام خناق، في ليلتك اللي مش فايتة دي، عايز ايه؟ يا عم ربنا يكفينا شرك. انت هتقعد؟ بقى دماغي متكلفه ومش عايز اضيع الشحنه اللي فيها. الله ده نظام رزانه بقى. ايوه نظام رزانه بقى. لا هو انت قوم بقى هنا بقى هونا بقى. رمضان طب استنى بقى لا مؤاخذه الف السجاره دي. الف ايه؟ ما تلفها واشربها بس بعيد بعيد عن البنزين. الله يبقى في بنزين بقى. ايوه في بنزين بقى ومش هدي انا حر. طب وده بقى نسميه نظام ايه ده بقى؟ افترت. الله ده زبون سهيل قوي. زحلقته خلاص كله تمام. ابتدي يعني؟ ابتدي. احنا من ايدك دي لايدك دي يا سيد رمضان يا انس انت جميل. خلي الحانك تظهر للنور. اطلع ابتدي. سيدي ورور سيدي ورور سيدي ورور ورور سيدي 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 ورور الله 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 ده نظام حظ بقى. انت مين يا جدعان؟ انا اللي عايز البنزين. انت ما بتمشيش ليه يا ابني؟ واسيب الفرح ده لمين؟ فؤاد زحل بقى دي يا فؤاد. سامع البيه؟ سامع ايه؟ البيه بيقول لك انزاح من هنا. الكلام ده موجه ليك انت. موجه ليا انا؟ طب علي النعمه من نعمه ربي ما انا منقول من هنا. قوم يا ريتنا من هنا يا راجل. الله 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 انت اتجننت. انت اتجننت. الله انت بتزقني وزقني عشان مين؟ عشان دون. انا اديلك على وشك. انا جربان انت. تعالى انت بتكلم مين؟ مين؟ ده الاستاذ وحيد يوسف. مخبر ده؟ اقول لك جوه تعالى. طب سيبني شويه اتفرج. انت شكلك وحش كده. سيبني اتفرج شويه. يا ابني ما بيحبوش الجربانين وانت راجل. كنا ناقصينه ده كمان. انسان غريب فعلا. حط علينا سيدي ورور. مين سيدي ورور ده؟ انا ما
معرفش. له مهام؟ طب انا عايز انام. عايز تنام؟ نيمني. طيب حاضر، تعالى نام. تعالى نام. تعالى معايا. انت بتعمل ايه؟ بتدور على ايه يا ابني انت؟ المسمار وقع مني. وانا من غيره ما سواش بصله، فما شفتش تحت رجليا. مسمار؟ انت عايز مسمار؟ تعالى انا اديلك مسمار، ده ربنا ما كتر غير المسامير عندنا. هديلك كاشة مسامير. تعالى معايا. خش. خش. طب والمسمار؟ عندك جردل مليان مسامير جوه بتاع 40 وقعه. طب والبنزين؟ تاني. هيوصل بكره؟ وما افتكرش. طب واللور اللي مرمي في الطريق همشيه بايه؟ بزيت سيرج؟ اسمع اخ، إيه؟ انا عندي ليك فكره هايله. ايه هي؟ الحقني بيها. انت تطلع تصدر كتفك كده للوري وتزقه من هنا لاسكندريه. واوصل بعد قد ايه؟ لا ما ده بسيط، 60 كيلو. هقول لي 60 كيلو 3 سنين. يا لهوي 3 سنين. وش وش يا ساتر، بلوى مسيحه. الله انتوا رحتوا فين يا جماعه؟ يا فؤاد انت فين يا رمضان؟ احنا نقلنا القعده فوق بعيد عن الحمل اللي بتحدف علينا كل ساعه والتانيه. صلاه مستعجل، تعالى. طيب طيب طيب، جهزوا نفسكم وانا جاي حالا. جدع ده عكنن علينا، احنا عايزين حاجه تفرفشنا. اقلع ده اقلع ده. مالح فرفشك انا؟ اقلع مالح فرفشك. لا اقلع فرفشنا. اقلع فرفشنا يا ست، تعرفي ترقصي يا هانم؟ لا لا اوعى تكون المدام مكذوبه من رمضان، دي مراته هترقص قدام اخوه. مش انا اخوك يا مصيام ولا ايه؟ طبعا طبعا اخوه. ها؟ انا لازم ماشي حالي. اذا كان الرقص بحشمه ترقص بحشمه. اه رقص الحشمه كويس، دي من عائله محترمه، ورقص الحشمه ده بتاع العائلات المحترمه. قوم هز وسطك يا مدام، هز وسطك حشمه، وانت كمان اعزف حشمه. اتفضلي. ها؟ بسخن. طيب اتفضلي. فيها ممكن تلاقي انها مش مايصه، انما هي مايصه. يعني مايصه انما باينه ان هي مش مايصه، يعني بين البنين. طب طب بس حد يعمل كده في مرات اخوه؟ خلاص مش رقصه. طب ليه العكننه دي يا جدعان؟ ليه رجع كل ما نيجي نفرفش تعكننوا علينا بس؟ ولا عكننه ولا حاجه. الله، شهر رمضان الوقت هيغني ويفرفشنا. غني يا شهر رمضان عشان تفرفش البيت. رمضان هيفرفشنا؟ ايوه، ده عامل الحان كتير قوي بس مش لاقي حد يغنيها. هيفرفشنا الوقت. رمضان؟ رمضان هيفرفشنا؟ ده ايه الليله النحس دي بس يا رب؟ قول يا رمضان. سيدي ورور، 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 سيدي يركب روز رايز، سيدي تركب روز رايز، سيدي يركب روز رايز، سيدي تركب روز رايز، وانا اركب هوندا ليه، وانا اركب هوندا ليه، سيدي يشرب الشيشه، سيدي تشرب الشيشه، سيدي يشرب الشيشه، سيدي تشرب الشيشه، وانا اشرب جوزه ليه، وانا اشرب جوزه ليه. One, two, three, four, five, six, seven, eight.
ميتين اغنية انترناشونال. سيدي ورور سيدي ورور سيدي ورور ورور سيدي ورور سيدي ورور سيدي ورور سيدي ورور سيدي ورور سيدي يلبس باروكة ست تلبس باروكة سيدي يلبس باروكة ست تلبس باروكة وانا افضل قرع عليه وانا افضل قرع عليه طيب وانا ذنبي ايه سيدي ورور سيدي ورور سيدي ورور ورور سيدي ورور الواد فؤاد ده مكوه شاحلات كبير قوي قوي لازم تشغلوه في الدبلوماسيه لازم تسموه فؤادين جر ومخلص قوي ده انت اللي مخلصه مخلصه قوي دلوقتي ده مات وفي الهكسوس لا لا الهكسوس انا عارفه من البدايه لا 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 ده فيهم العجوه والملبن ايه العجوه والملبن ايه العجوه بنات تحت في المحطه ايوه بنات ستات ايوه كلهم فين انا عارف انها هتفرج هتفرج من اذنك هي اللي بيجي ده في ايه اهمد استنى عندك استنى فين؟ استنى فين؟ لا لا في بنات بره يا رمضان اهمد اهمد وحيد شوف انا شارب وفي كامل قواه العقليه وفي بنات بره اهمد ما تركبش دماغك لا هركبها انا معايا ورقه من المستشفى وعمل معامله المطربين وبعدين بقى فانا لازم انزل دلوقتي فؤاد هات الحبل هات الحبل يا فؤاد هات الحبل ما هو لازم يا جماعه ما يصحش اللي بتعملوه فينا هو يعني صح اللي بيعمله ده؟ لا رمضان رمضان احترم نفسك لف لف رمضان هتندم ده انا وحيد يسري يا جماعه عيب كده بس دقيقه واحده اوزع الناس اللي تحت ديت واجي افكك على انا اسفه قوي معلش كلمي احمد فؤاد حسن قولي له وحيد بيتبعزق يا جماعه طب صلاح عرام يا اخوانا ما يصحش كده حرام عليكم طب استاذ وحيد سيد درويش اذا كان صح يلا انا اسفه قوي على اللي بيحصل ده لا انا مريح خد العقده دي كمان يا جماعه عيب يلا يلا الواد الاسود اسمه مايكل جاكسون يلا اتصل بيه انا بس اتصل بيه انت بتعيده ليه يلا اتصل طبعا نقول حسبت مع المتوحش ده معاش شهاده يا عم العمر مطلوبين يا عم خليها شويه انا مربوط ما فيش خوف مني ما فيش خوف منك ده انت تخاف منك وانت بتقعد بسلاسه يلا ايه الحكايه؟ انتوا انسى ولا جن؟ احنا كنا في رحله وعايزين نبات هنا. تباتوا هنا يعني ايه؟ بسهوله كده؟ يلا الطلاع عايزين نشوف شغلنا. احنا نعرف انتوا غيرنا في هذا المكان. عارف يعني؟ لا. حتمية الموقف طافت علينا البيات هنا. وحتمية الموقف طول دي محطتي وانا حر فيها. عامل قبل الجميع وحمات هنا يعني حمات هنا. يلا انت عاجل انت هنا اركب ليه حتمية الموقف دي؟ العرب؟ هو مش بالحتمية هنا. الأرض دي مش أرضكم ولا أرضنا الأرض دي مش منكم ولا مننا حمدنا مش لوكاند عشان خاطركم فتحتها
بس خلاصوا منك لها 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 دي مش لوكاندا عشان خاطركم فتحتها دي محطة للبنزين ولا 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 لكاوتشي او سموين ولا 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 دي محطة للبنزين ولا 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 لكاوتشي او سموين يا كده نصابين يا حراميه انا وحيد يسري
معلش يا استاذ وحيد، انت يا استاذ وحيد، معلش يا استاذ وحيد، ضحك عليا انا يا استاذ وحيد. بالذات ما تكلمنيش، انا مخصمك. لا انا بقى ما اقدرش على زعلك ابدا. ولا انا. وبعدين في ايه؟ فين الواد التخين ده؟ فين مكوك؟ فين مكوك؟ انت مكوك؟ ايوه تعال، احنا عملنا كده عشان البروستيج بتاعك. تعال هنا. احنا خايفين عليك، انت راجل مطرب مشهور وليك بروستيج. انت مش قادر ليه؟ اخنوك اخنوك اخنوك. البنات اللي تحت كانوا هياكلوك المغول. مين قال لك انا انا بحب البنات؟ انا وحيد يسري بحب البنات، بنبسط مع البنات. ما هوش رمضان هينبسط ويبسطك. لا 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 مش هينبسط يا رمضان. سمعوا كل الالحان ال 850 لحن اللي عندك، سمعهم. طب انا معاد عشاء دلوقتي، مش عايز اكل دلوقتي. طب انا معاد عشاء انا كمان دلوقتي. عندكم حاجه ولا ابعت انا اجيب الهيلتون؟ لا احنا في الاكل، ولا اجهز لك انا الاكل اللي جوه. بص رمضان بقى يطلع كل اللي عنده ويسمعك بقى. استنى فؤاد، يلا قدامي. يلا على فين؟ على المطبخ تجهز العشاء للضيف. اهو مال، يلا مع جوزك. مستني ايه؟ قدامي الراجل هيموت من جوع. كتف. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ انا زعلان منك عشان برستيجك بس. زعلان منك، تمشي البنات ليه؟ تمشي البنات ليه؟ وعارف ان انا بنبسط مع البنات، بحب البنات. ما كانش صح ابدا اللي انت عملتيه ده. هو انا عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ ده انت ما عندكيش دم. بقول لك ايه؟ ما تسوقش فيها وخليك مؤدب. انا حر اعمل اللي انا عايزاه. لا، انت دلوقتي ما بقتيش حره. خلاص، ان ما كانش عاجبك نفركش اللعبه البايخه دي. كمل الاول يا اختي. وبعدين انا ما ضربتكيش على ايدك عشان تتجوزيني. انت اللي جيتيني متجوزاني. ادي احنا فيها. طلقني. طيشه. يا بنت تعالي، تعالي. انت ممكن تكوني ست بيت معتبره. ايه اللي انت بتوضبه ده؟ ما انت هتطبخي لنا حمام بالفريك. بذمتك انت مش راجل اهبل؟ ليه بقى؟ عشان متهيألك اني ابوظ ايديا وضوافري واقعد في وسط الحلل واطبخ. ليه لا؟ ده انا ما اعرفش اقلب الطين. تقول لي اطبخ؟ تبقى لازم تتعلمي، تبقى ست خايبه لازم تتعلمي. كان غيرك اشطر. ده انا هربت من اهلي عشان شغل البيت، تيجي انت تشغلني؟ عجايب. وانت عايز تفضلي سايبه كده محدش يلمك؟ عندك حق. صحيح انا ست سايبه، مش لاقيه اللي يلمني. انا بقى اللي هلمك. انت؟ انا. وحياة ابوك تنحط؟ اتحط. يلا شوف شغلك. بعد ساعة يكون الاكل جاهز. ساعة؟ ايوه. قلت ايه؟ حاضر. على ما تجيش الا للسبت. هنا أوضة سنية. سنية؟ سنية مين؟ سنية دي اللي على الأرض. قصدك ست سحر؟ سحر سحر سحر، هي فين؟ بس تعرف الأول أنتوا مين؟ أنا ده عمها وده أخوها. مش معقول. هو اللي بيقول لك عليه هو صح. هي فين؟ بس هي مش في لوكاندا. مش في لوكاندا؟ بيت بره إيه؟ نتكلم. بيت عند رمضان. رمضان مين؟ صاحب محطة البنزين. ما انت بنزين ايه؟ مش في محطة بنزين قابلتكم في السكة وانتوا جايين؟ ايه؟ انا بيت هناك. اسمع، عارف لو بتكذب هرجع اطير رقبتك. يلا عندي. يلا سيتري بون سيتري مانيفيك سيتري. ان شاء الله يكون الاكل عجبك. عجبني ده جامد، ده شيء ما حصلش. انا كمطرب يعني عمري في حياتي ما اكلت حمام محشي بالبسطرمه زي ده. بسطرمه بالدندرمه انت حمامكم بيحشي بايه؟ ده افهم من كده الاكل ما عجبكش. قول له عليا، قول له عليا. ايوه اقعد بقى عشان تسمع بقى بعض المقتطفات النحاسيه من الاستاذ رمضان. اتفضل حضرتك. رمضان تاني، رمضان تاني، ايه الذل ده يا جدعان؟ تاني وعاشر. الله، امال احنا عشناك ليه؟ صحيح انت اتعشيت عشان كده. بصراحة رمضان بقى انت صدعتني. ايه؟ عمر المزيكا ما كانت بتصدع. مزيكا؟ انت بتسمي البعزاء اللي بيعملها دي مزيكا؟ افهم من كده ان كل اللي سمعته ما عجبكش؟ بصراحة رمضان زفت، هباب قطران، انت جبت لي صداع مزمن. عشان خاطري اديله فرصة. عشان خاطري. عشان خاطرك زي ايه؟ ما كانش عايز يسمع برضاه. مش عايز، مش عايز. ثم الراجل قال رأيه بصراحة. خلاص
وانا كمان بحبش حد يتوسطي. عظيم. دلوقتي بقى المسائل بقت واضحه. ننسى رمضان واحلام رمضان واوهام رمضان، دي حاجه بتاعته. ها عايزين نفرفش بقى، نضحك شويه يا اخوانا، دي ليله. ها فوقش اجي اعمل لنا كاسين حلوين كده ومزه ظريفه، بس خفف البنزين. وانت حبيب قلبي خليك انت في احلامك زي ما شوف، طالما ما حدش هيسمعك ما يهمكش. وانت يا فله يلا مع وحيد رقصيه صغننه كده. ترتتين تتتار. خش ايدك، انت جبت جبلتك ايه؟ جبلتي؟ اما انت بني ادم رزل وما عندكش دم صحيح. انا رزل وما عنديش دم؟ انت اكيد اتجننت. ايوه اتجننت، عشان احترمتك ودخلتك بيتي، عشان اكلتك عيش وملك معايا، عملتها سعر وانت ما تساويش بصل. بصل؟ لا 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 لا، ده انا وحيد، ده انا اغلى من الذهب يا راجل. كذاب، انت يا دوبك ذهب قشره. انا كشفتك اللاد على حياتك من غير صور، من غير اعلانات، من غير اخبار متالفه، كلها كذب في كذب. انا خايف بقى على رمضان كده. كفايه يا رمضان، سيبوني اشوف على حياتك. خلاص خلاص يا فؤاد، سيب سيب كده يا اخي، ريح. انا شخصيا مستعد اجي على نفسي واسمعه. لا يا شيخ، لا يا استاذ، المساله مش جبران خاطر. انت دلوقتي ما تلزمنيش خالص. الله، الراجل مستعد يتنازل ويسمعك. وانا مش هسمعك. ايه رايك؟ انت واقف تعمل ايه بقى؟ اطلع انت بتضربني من بيتك يا رمضان. بره بيتي بقول لك. ايوه بس الدنيا صحرا وليه هروح فين؟ روح في 60 داهيه، اخرج لعورك. اطلع بره، اطلع بره يا راجل بتاع الدولاب. ما تعرفش انت نفسك في داهيه؟ حد اللي في ايدك ده؟ مفيش حاجه يا اخي. الله يهديك. انت موت المطرب المشهور وحيد يسري. تعال اقعد يا رمضان. روح هدي نفسك كده، غدي اعصابك. يلا يا فؤاد وصلني. يلا يلا وصلني. انا عايش معاك. الليله المهببه بسبعين همام، ده ايه اللي بيحصل ده؟ فؤاد استنى يا فؤاد. انا ست سحر، اما نشوفش رمضان ده عايز ايه في ليلته اللي مش دايت. ايوه رمضان عايز ايه في ليلتك المهببه دي؟ يا فؤاد ايه ده؟ ايه؟ انت رايح على فين؟ راجع لوكاندا. يا سلام، بتستحمريني؟ عايزة تحصليه على لوكاندا؟ ولا ايه التخريف ده رمضان؟ ده سبق تحصله ازاي بقى؟ وبعدين بقى ايه؟ ما انت مالك ومالي؟ ده كفايه بقى اللي عملته في ليلتك دي. هي كلمه ما انتش ماشيه من هنا. انت مالكش حكم عليا؟ لا ليا حكم ونص، فضلي قدام على الاداره. لا مش ماشيه. مش ماشيه؟ انت هتعمل ايه يا رمضان؟ يا لهوي هنام فين في الإدارة؟ ما بيحب نوم المكاتب. أنت عايز مني إيه تاني يا راجل أنت؟ اسمع يا بنت أنت، أنا عفريت الدنيا بتتنطط في وشي، ولو ما سمعتيش اللي بقولك عليه مش هيحصل لي طيب، مفيش خروج من هنا للصبح، مفهوم؟ لا مش مفهوم. بقولك إيه؟ أنا مش وحيد يسري هتهت وأخاف، أنا صايعة، أنا جيت أقدم لك خدمة وخلصت مهمتي خلاص، وكل واحد يروح لحاله، لكن أترهن هنا؟ لا. حرهنك، وحيد عارف إنك مراتي. وانا ما احبش حد يقرطصني. يا اخ انت افهم، انا مش مراتك. وانا ما يشرفنيش انك تكوني مراتي. ليه بقى يا اخويا اسم الله عليك انت؟ يعني مش عارفه ليه؟ بص الكلام، مفيش خروج من هنا الا الصبح. اوعى كده، هخرج يعني هخرج. خلاص بقى يا ست سحر بقى، امرك لله، نامي هنا بالصبح. انا كان مالي ومال البلاوي دي كلها. يلا خش. انا اتحبس انا؟ خشي. ده الاصول، ده المفروض يعني اصول. كله منك انت، انت اللي ورطتني الورطه المهببه دي. انا كان قصدي اخدم وبس والله. في الخدمه مهببه. صباح على خير يا اخوانا. عسام اللي مش فايته ده يا اخوانا، بس نخرب عقلك رمضان، ما كانت الحانك هتطلع واحنا ناخد نص المحطه وربنا يتوب علينا. انا كنت هتوب يا رب من المسامير اللي برشها في الشارع عشان الكاوتش يفرقع. اسكت اسكت، ده انت ربنا هيوديك جهنم. اسكت، انا عملت اسكت. نام نام كله منك. نام، ده انت في ليلتك اللي مش فايته. انت بتوع البنزيمه، انتوا بتوع البنزين، بتوع البنزيمه.
يا بتوع البنزين. يا ابني يا حبيبي انا مش من هيمك، انا مش من هيمك وترتاح جوه. ايوه كنت بنام جوه. عايز بنزين. انت عايز مني؟ انت اسمك ايه يابا؟ عشماوي. عشماوي ايه بس؟ مش معقوله كده عشماوي. الله مش منك. الله عشماوي ايه بس؟ انا عايز بنزين. شوف لي بنزينك. لا ما تتصرف يا اخي. اتصرف ازاي وانا في الصحراء دي؟ ما جيتش ليه من الطريق الزراعي في محطات كتير؟ طب واللوري اللي واقف في الطريق ده اعمل فيه ايه؟ انا مالي يا ابني انت؟ انا مالي؟ طيب روح اتصرف اجري. حقك عليا. اخويا اللي انا شايفه دي ريحتك حش ناشف. ده بتاع البنزينه. انت بتاع البنزينه. بيشربوا ايه دول؟ هيفضل كده بتاع البنزينه؟ على ابوك ولا الكلب. مفيش حاجة، لا كاوتش ولا بنزين. احنا مش عايزين بنزين. اصحى. انتوا مين؟ اصحى. ايه اخوانا ده؟ انتوا ايه؟ حرامية؟ حرامية انت هتقل ادبك؟ امال ايه السكينة دي؟ فين سنية؟ ما انا ما اعرفش مين سنية دي. سنية اللي انتوا مسمينها صاحر اللي بترقص دي. قول كده جوه هنا. طب ومرهن. انا اصل مش من هنا، ما اعرفش السكة. قوم ورينا السكة. طب خد ايدي لو سمحت. قوم بقول لك اتحرك. حاضر. اطلع حرق. خد حاجة اهو، كل فلوسي ولو اللي ما معيش فلوس. وتسيبوني يا اخوان. رمضان رمضان رمضان. عايز ايه يا فؤاد؟ عايز ايه يا وشم؟ صوتك يا خالف. بص رجلها احسن. بص. ولما انت بقى متجوزها ومستوره بتغني وترقصي ليه؟ اهي دي نقطه الخلاف اللي بينا، انما عليا الطلاق بالثلاثه ما انت ناقصه تاني. قلت ايه؟ امرك يا جوزي. ولما انت موجوده في مصر بتقولي انك مسافره البلد عربي ليه؟ مش وقته يا خالف يا اخويا، مش وقته. ما يلا اعمل لهم لقمه ياكلوها. ما قلت لك اذبح معزة يا فؤاد. المعيش خلص. هتدح لهم فرد الكاوتش. مع الخير. وحيد بيه. اهلا اهلا، شغلتنا عليك يا راجل. في اوضه محجوزه باسمي؟ طبعا طبعا، اتفضل. سويت 13. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب، يا رب اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتقبل صلاتنا
يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا. هو مش حضرتك الأستاذ وحيد يسري برضو؟ الله، وعارفة اسمي كمان؟ طبعا، حضرتك من المطربين المشهورين. شوف أما أقول لك بقى، أنا شفت الويل لحد ما جيت هنا وشارب بنزين لكعان وشفت ليلة صودا زي الطين. أنا مش فاهمة حضرتك تقصد إيه بالكلام اللي بتقوله ده. هو سؤال محدد، أنت اللي بعتيلي زميلتك ولا لأ؟ يا أستاذ زميلتي مين؟ أكيد حضرتك غلطان في الأوضة. غلطان يعني إيه؟ مش ده المفتاح 13؟ ده بتاع سويت 13؟ الله، زميلتي قالت إنك أنت هتزولي، وبالأمارة كمان في باب مفتوح بين الأوضتين، صح ولا هتقعدي تمثلي لي بقى؟ يا أستاذ اهدى كده واستعين بالله وافتكر كويس. وعلى العموم اعتبرها أوضتك، أنا متنزلك عنها. تعالي هنا. رايحة فين؟ هسيب لك الأوضة. ما كفاية هزار بقى. تعالي. يا أستاذ بقى شيل الأدب. الأدب؟ وريحتك خمرة كمان. إيه ده؟ عشان كده بتخرب. اسمعي ما تجننينيش، انا شارب بنزين لكعانج والكاوتش مفرقع في دماغي. تعالي بقى بالله تلاقي احسن ولا هستعمل قوتي. اسمع يا استاذ، الخمره اللي انت شاربها دي هي اللي بتخليك تتصرف بجنون. انا ممكن اندى للمسؤولين دلوقتي، لان حضرتك عارف المسؤوليه الجنائيه لاعتداء شخص على حرمه الغير اخليهم يبهدلوك. لكن انا مش عايزه ابهدلك. المفروض انك فنان كبير وله احترامه وخساره فيه البهدله. هسامحك من فضلك، اتفضل بقى وخليني اكمل صلاتي. انا مش عارفه اقول ايه، اصدقك ولا ما اصدقكيش، انا نايم ولا صاحي، بحلم ولا مش بحلم. انت مش ممكن تكون صاحي، لانك لو كنت صاحي ما كنتش تتعدى على اوضه واحده. ترضى ان ده يحصل لاختك او لمراتك؟ لكن الخمره هي السبب. قوم يا استاذ، ارجع اوضتك وحاسب نفسك وراجعها كويس. راجع كل تصرفاتك وانا متاكده انك هتندم وتتوب. انت ايه؟ انت ملاك ولا انسان؟ انا انسانه زي زيك. يمكن ربنا دخلك عندي الاوضه عشان اراد لك التوبه. تعرف ان كلامك حلو قوي، مش عارف يحلي قلبي. يعني نويت تراجع نفسك وتتوب؟ التائب من الذنب كمان لا ذنب له. خد يا عمي. شكرا يا بنتي. خد يا خالك. مش كده يا سناني؟ مش عايزين حاجه تانية؟ لا ألف شكر. تصبحوا على خير. وانت من اهلنا. بقول ايه يا عمي؟ انا خايف لكون الراجل ده كان فين. ازاي يعني؟ ما طلبناش منه قسمه الجواز ليه؟ احنا فيه؟ نطلبها منه الصبح. والعمل يا سي رمضان؟ ولا يهمك، انا كمان شويه هاخدك على مكتب مأذون نكتب كتابنا هناك، وبعد ما يمشوا ابعت اللايك. تصبح على خير. رايح فين؟ انا مره في الصاله. لا يا عمي معروف، لحسن حد فيهم يروح دوره الميه يشوفك، يبقى ما عملناش حاجه. عندك حق. طب والعمل؟ انت حباك هنا في الاوضه. ايوه بس يعني. وده معقول؟ انت هتنام هنا على السرير. كفايه اللي عملته عشاني. انا ما عملتش غير الواجب. انت انقذت حياتي. وانت وقفت جنبي عشان واحد ياخد الحاني. بس دي خدمة بسيطة قصاد اللي انت عملته. انت عرضت نفسك للموت يا ستي. الاعمار بيد الله. اي راجل مكانك كان هرب بجلده وقال وانا مالي. اللي يعمل كده ما بقاش راجل. احنا بالطريقة دي مش هيجيلنا نوم. وانا كمان ما عنديش نوم. ولا انا. بقول لك ايه، ما تيجي نخطف رجلنا لغاية المأذون عشان نبقى في المضمون. هتكتب عليا وبعدين تطلقني؟ اه عشان تتجوزي اللي انت عايزاه. اصل الجوازه ديت رمضان، انا لو لفيت الدنيا مش هلاقي واحد في رجولتك ولا شهامتك ولا طيبتك. سحر ما تستعجليش يا سحر. ما تقوليش يا سحر، قولي يا سنان. انت مش ممكن تكون صاحي، لانك لو كنت صاحي
ما كنتش تتعدى على اوضه واحده ترضى ان ده يحصل لاختك او لمراتك، لكن الخمر هي السبب. امسك يا رمضان، انت فاكر ان انا مش مصدقك ولا ايه؟ يا راجل عيد الكلام ده، خد عليا الطلاق بالثلاثه لن تقريها تاني احسن تفتكر انها مضروب. ايه رايك خالف عشان تتاكد؟ عيد الكلام ده يا ثانيه، عيد الكلام ده. يلا بينا يا عم عشان نلحق وقتنا. خد شوفوا وشكوا بخير. مع السلامه. الف سلامه. ما انتم شرفنا كام يوم يا نسايب يا حلوين. تشكر يا رصيد. بيت يا ثانيه، عايزين نشوفك في الحته انت وجوزك عشان نسكت لسان كل واحد يتكلم عليكي. ان شاء الله جمعه بالكتير وحنكون عندكم. في انتظارك انت وجوزي. واحنا في انتظاركم. مع السلامه. حلو يا رمضان، دخلت عليهم اللعبه، كلوها الكرديات. اهلي مش كرديات يا فؤاد، دول ابدع ناس بيخافوا على عرضهم وشرفهم. معاك حق. على فين يا بنت الناس؟ على فين ده ايه؟ على بيتي. سحر، سحر انت خديتك اللحظه اللي وقفت فيها جنبك قدام اخواتك، لكن بعد كده ممكن تندمي وتنسي. انت بتقول ايه يا رمضان؟ انا مش عيله، وقفتك جنبي خليتني اقدرك واحترمك اكتر. سحر بص حواليك، ممكن تعيش هنا؟ انا مش مولوده في بق معلقه ذهب لو حطينا ايدينا في ايدين بعض. المكان ده هيبقى جنة. عشان خاطري روح له كندا وفكري ونامي. فكري كويس يا صاحبي. بس انا فكرت خلاص. ما تسرعيش، وصلها فؤاد. يبقى انت مش عايزها. الله يسامحك. يلا يا فؤاد. وصلها بصحيح ولا ناوي ترجع في كلامك وتقول لي تعالى يا فؤاد؟ يلا يا فؤاد. ياسمين انت جيتي؟ الظاهر انك اتغيرت يا رمضان. ياسمين انا اسف على اللي حصل مني ليله امبارح، بس تأكد انها مش هتعود ابدا. مصدقك. والمحطة هترجع زي الاول واحسن. برضو مصدقك. مين دي اللي كانت معاك تحت يا رمضان؟ دي واحدة فنانة بتقول انها هتبطل لو انا اتجوزتها. متهيألي انها صادقة في كلامها. انت بتحبها. ها؟ الظاهر كده. يبقى لو اتجوزتها هتكسب فيها ثواب عظيم. يعني انت موافقه؟ طبعا. رمضان انا ما اقولش لا ابدا في عمل الخير. وده عمل خير، لانك بتفتح باب رزق حلال لواحده عايزه تعيش في الحلال. على العموم انا اديتها فرصه تفكر. انا غلطان؟ خير ما عملت. التائب من الذنب كمان لا ذنب له. استعلامات مين اللي كان بايت عندي الاوضه؟
رمضان حبيبي جد تموت ليه؟ انا بشرب ده اعل يا ابو صيام اعل بس مش كده مش كده ازاي الله يا راجل عيب ده انا مطرب عيب وانت تعرف العيب استنى بس يا رمضان ده تاب وندم على كل حاجه عملها تاب عمر دي الكلب ما يتعدل وحيد جاي يطلب ايد ياسمين منك وياسمين كمان تعالى بس مش تسال الاول صاحبه الشأن مش هتوافق مش هتوافق مش هتوافق مش هتوافق لا انا موافقه بس على شرط شرطي شرطي يا ملاكي تحلف لي ان طول عمرك مش هتعمل اي حاجه تغضب ربنا اقسم لك اقسم لك اقسم لك يا مثال الشرف والنقاء والصفاء وانت موافق ولا لا ايه ده انت بتعمل ايه يا رمضان ايوه هات لنا المقشه وخليك انت معانا فرقعه استعنا عشاء بالله هو انا كل ما اجي هنا الكواتش يفرقع وماله يا فندم يفرقع لازم يفرقع هنا عشان نشوف الناس الحلوين اللي زي حضرتك انت انا عايز اشرب حاجه ساقعه هو فن حاجه ساقعه حسن الله هو حسن لسه موجود ايوه يا فندم موجود في كل حته بس هو تلاقيه بيشقي هنا ولا هنا يعني يا حسن تعالى يا فندم استريح جوه انا اجيب لك حاجه ساقعه